لكن كمان في نفس الاحتفالية كان في شاب اسمه أحمد طارق، وكان سباح بطل سباحة وألعاب قوة وفنان كوميدي زي ما قال في احتفالية قادرون باختلاف. أحمد وقتها طلب من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يلعب سباحة في النادي الأهلي، وبالفعل أحمد أصبح سباح في النادي الأهلي. دلوقتي إحنا معانا مدام أميرة عرفة، والدة البطل أحمد طارق من قادرون باختلاف. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم، ومنورانا في صباح الخير يا مصر. وحضرتك طيبة وبخير وسعادة، والشعب المصري بخير، وسيادة الرئيس بخير وسعادة، وعيد سعيد على الناس كلها. يا رب، يا رب إن شاء الله. طيب في البداية كده طمنينا على أحمد، أخباره إيه وأخبار السباحة إيه؟ بخير الحمد لله، بيروح النادي 3 أيام في الأسبوع تدريب، ومبسوط جدا يعني في قمة السعادة. يا رب دايما تبقى أخبار الكوميديا إيه؟ هو الحمد لله هو شارك في مسرحية كنز الدنيا مع أستاذ أشرف عبد الباقي بعد الاحتفال. هو مش طالع في دور كوميدي يعني، بس هو حس بقى إن هو خلاص بقى إيه، حط رجله على السلم، وإن شاء الله بكرة بقى نجم كبير خلاص. فالنهارده إن شاء الله هتتعرض الساعة 9 وكده في قناة أون المسرحية إن شاء الله. إن شاء الله. يعني المهم بس يعني النجومية دي ما تكونش غيرته عليكوا، وبيقعد معاكوا، بس دي أهم حاجة يعني. لا لا لا، هو أحمد متواضع يعني، دايما يقول أنا متواضع. ربنا يبارك لحضرتك فيه يا رب. بس أنا دايما بشوف إن يعني أي قصة نجاح بيكون وراها أم عظيمة. إزاي بتبقى الأم هي السند والداعم لأبنائها أيا ما كانت التحديات بقى؟ والله دايما الام هي عليها العاتق الاكبر يعني، شايفه ان الاب برضو هو رمى شغله، ان هو برضو رب الاسره، ان هو لازم يخرج للشغل وعليه الناحيه الماليه يعني، بس الام فعلا هي اللي عليها كل حاجه، ان هي لازم بتشوف بقى الولد بقى ناقصه ايه، بتعمله له مواهبه، بتدعمه، بتنمي مواهبه، ان هو يوصل بقى للحاجه يعني. احمد كمان طلع اول جمهوريه القاء شعر، احمد شاعر كمان، وبيحضر ندوات ثقافيه، وبشارك له في مسابقات الشعر، وبيطلع مركز اول وثاني. بسم الله وما شاء الله احمد عنده جوائز كتيره بقى، احنا شايفين الجوائز والشهادات على الهوا اهي. ايوه واخد مراكز اولى، فالحمد لله يعني. طيب مدام اميره، يعني واحنا بنتكلم على الامهات اللي بتنمي، اللي بتكون حريصه ان هي تنمي مواهب ابنائها، يمكن بالنسبه لك وبالنسبه للامهات اللي عندها اطفال من ذوي الهمم المجهود بيبقى مضاعف والتحدي بيبقى مضاعف. عايزه اعرف منك اصعب وقت مر على حضرتك مع احمد، ازاي قدرتي تتجاوزي ده؟ ايه اللي ساعدك ان انت تقدري تتجاوزي ده؟ في ناس للاسف ممكن مثلا يحصل لهم نفس الظرف ويحسوا ان الدنيا صعبه والوضع صعب، بس حضرتك قدرتي تعكسي الموقف وتقلبيه. بالعكس، احمد بقى فخر لحضرتك ولينا كلنا. ربنا يخليكي. اكيد طبعا يعني في البدايه طبعا قابلت صعوبات، لان احمد عاقتين، احمد برده كان عنده نقص اكسجين، عمل له تاخر ذهني بسيط في الاول، كان تاخر في المشي في الكلام، فما استسلمتش يعني. اهم حاجه يكون عندك الاراده، يعني اي ام عندها الاراده والعزيمه ان هي لازم توصل ابنها، تعمل له هدف كده ولازم توصله. فانا تحديت الدنيا كلها باحمد، ان انا لازم يعني من الناحيه الصحيه بقيت اروح بيه المستشفى، اكشف له العلاج، سن المدرسه وديته المدرسه لغايه ما خلص. احمد جاله كف بصل وعنده 12 سنه، علمته برايل، فما بقتش اي باب اطرقه لازم اكمل فيه، ان هو لازم يعني بيبقى نظام تحدي، انا اتحديت ولازم اوصل. الحقيقه يا استاذه اميره، يعني الحقيقه فعلا انت نموذج يعني مشرف لكل ام. كل ام طبعا عايزه اولادها يبقوا احسن حاجه في الدنيا، ان كان عندهم ظرف او ما عندهمش ظرف، ولكن زي ما كنت بتكلم مع حضرتك، اللي بيبقى عندهم اطفال بيتولدوا بظرف معين بيكون مجهودهم وتحدي عندهم مضاعف. احنا صحيح سعداء باحمد وسعداء بخديجه وسعداء بكل النماذج اللي قدمناها، لكن هنا ودلوقتي احنا شكرنا بنوجهه للامهات دي، الامهات اللي قامت بادوار كتير قوي عشان تقدر تنمي مواهب في اولادها، تقدر تساعد اولادها، تقدر تتحدى الظروف باولادها، ونشوف ابطال كتير قوي في حاجات كتير قوي ومجالات كتير قوي. ففعلا من كل قلبنا شكرا لكل ام قدرت انها توصل باولادها لكل النجاحات دي. شكرا ليكم كلكم.